افتتح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش معرض المنتجات المحلية المنظم في إطار فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان اللوز. وقد قام الوزير رفقة والي جهة سوس مساء عامل عمالة أكادير إدوتان وعامل إقليم تيزنيت ورئيس مجلس الجهة بزيارة لأروقة هذا المعرض التي دأبت الجهة المنظمة للمهرجان على إدراجه ضمن برنامج هذه التظاهرة التنموية، على اعتبار أن المعرض يشكل فرصة لتثمين المنتجات المجالية والتعريف بالأنشطة التي تقوم بها العديد من المقاولات الصغرى والتعاونيات الإنتاجية التي تشغل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المهرجان ديال اللوز ديال تفاوت هو محطة يعني سياحية فلاحية اقتصادية بامتياز، وكنشوفوا كيفاش الحمد لله المدينة يعني مزدهرة والمهرجان عنده نجاح كبير، وهذا مخطط كل سنة الحمد لله كنجيو به. وبالمناسبة 155,115,000 تقريبا طن اللي كان هو الانتاج يعني الوطني هذا السنه ديال اللوز، ومنها اللي خطبت المخطط المغرب الاخضر تقريبا تغرسات 30,000 هكتار، دونك طلع ب 35% لي بيريمتر اللي هو ديال اللوز. دونك حنا هذا اللوز بغينا نغرسو، بغينا نحافظوا عليه، ما كاينش هنا في هذه المنطقه كيف مناطق اللي يعني اللي هي مختلفه، اللي هي يعني كتميز بالانتاج ديال اللوز. وكذلك انه هذه مناسبه باش تكون واحد عدد ديال المشاريع اللي هي سوسيو اقتصاديه واجتماعيه. المعرض يتضمن اروقه لعرض وتسويق العديد من المنتجات المحليه التي تشتهر بها على الخصوص جهه سوس ماسة، من بينها منتجات الارغان ومشتقاته والثمور بمختلف اصنافها وعسل النحل والتين الشوكي ومشتقاته والزعفران والاعشاب الطبيه والعطريه المتنوعه وغيرها. كما يتضمن المعرض منتجات مجاليه تنتسب لمناطق اخرى عبر جهات المملكه واروقه اخرى لعرض وتسويق بعض منتجات الصناعه التقليديه، فضلا عن أروقة لعدد من المؤسسات والإدارات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي مثل الهيئات المختصة في الإرشاد الزراعي وتمويل المشاريع الفلاحية والتأطير التقني ومراقبة والرفع من جودة المنتجات وغيرها.